أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمة الله تعالى عليه ونفعنا بعلمه في الدارين: يوم أحد، مالك أحد وحير دعي. أي إمامك عليه رحمة الله تعالى باب كيسي هل كانوا كاردغي. قال وحيري: أخرج الطبراني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن عمر قال وحيري: يوم أحد مالك أحد لأخيه ولالك بكيري، خذ درعي، درعي كان قاضو خذ درعي بير درعي كان قاضي يا أخي. قال وحيري: أريد وحان دون يا بير ولال كيسين ولال كيب عمر كيري، أريد من الشهادة وحان شهادة كدون يا مثل الذي تريد. فتركها لبدي بوحيكتا كان درع الدقالات كي جميعا دمان توت. قال الهيثمي حوير: رجاله رجال صحيح، انتهى. وأخرجه ابن سعد وأبو النعيم قال نحوه. وأخرج أبو يعلى وابن أبي عاصم والبورقي وسعيد بن منصور عن علي قال: لما انجلى الناس، ضدكوا مركي ككلي عين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله يوم أحد، نظرت حنق في القتلى دتكي ميتك أها، فلم أرى ما أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت وحنر والله ما كان لي فر نبي إلهي مون عررين، وما أراه أنا ملايم وما أراه منك دحرك النبي عليه السلام في القتل ددك الذي لي، ولكن أرى الله وحن أملين إلهي غضب علينا إنه نعرض بما صنعنا وحن سميني، وفرفع نبيه نبيسي إنه كري لي، فما لي خير خير مجر من أن أقاتل إن أندقال ما وحك خير بدن حتى أقتل إلى اللي قد ليه. فكسرت وحن جبيه بري جفن سيفي، سيفتي إذا قلت كادي ومرك الله حنك سميسنا بان جبيه، ثم حملت على القوم قال ذي بان دقال كو قاضي ومرك إيقوها ريسنا، فأفرجوا لي ميل بأي بنيين وانكب حي، فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم وابن نبيه أو صحابة قار كما ذهر دح جوغا كذا في كنز العمال. قال الهيثمي: رواه أبو يعلى وفيه محمد بن مروان العقيلي، وثقه أبو داود وابن حبان، وضعفه أبو الزرعة وغيره، وبقية رجاله رجال صحيح انتهى. وأخرج ابن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن بن رافع أخي بني عدي بن النجار قال حوري: انتهى أنس بن النضر أيا وحوسو قاري عم أنس بن مالك أذير كيها إلى عمر بن الخطاب أيو أيمد إيا وطلحة بن عبيد الله إيقوا في رجال من المهاجرين والأنصار داد بدن مهاجرين أنصار وميشة جوغيب أيمد أنس، وقد ألقوا أيديهم إيقوا يوسفه إسكردقي، فقالوا: حكر ما يجلسكم محل فرفردان. قالوا: حيكو يردين قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي والذي لي وأحد. قال الحري: فما تصنعون بالحياة بعده، هذا النبي قردنتي نبي كذب نرش محاد كف ليسان، قوموا كعا وفموتوا لنت على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استقبل القوم قريش أيو قابلي، فقاتلوا الدقالمي حتى قتل إلى لقدلي، كذا في البداية. وأخرج الواقدي عن عبد الله بن عمار الخطمي قالوا: حير أقبل ثابت بن الدحداحة أي سوقا بلي
يوم أحد مالك أحد والمسلمون مسلمونتنا أوزاع ويكلبه سنايين قد سقط في أيديهم وين التحيرين ويد وخين مالك ورير باكو دعي فجعل حب السحاب قاسب الله يصيح إنو قيليو ويراد يا معشر الأنصار إلي إلي حقي قيسو كالي أنصاري أنا ثابت بن الدحداح أنا هاي إن كان محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل فإن الله حي لا يموت فقاتلوا دقالما عن دينكم دين تين دفاع فإن الله مظهركم إلهي وإذ الموجن والناصركم ونئذ قرقاري فنهض إليه النفر من الأنصار أي سحابي قوتقي فجعل وحب الله بي يحمل إنه لدقال لما بمن معه من المسلمين انتي صور عليه مسلمين تهذا سقوة وطئنه قال دي لدقال لما بالله بي وقد وقعت له وقد وقفت له وحا يسد الإسو استاقي وكهر يمد كتيبة كوح خشنا وهويسا فيها كوحدة وحاك كجري رؤساؤهم قريش ماذا حدي ذي باك كجرتي خالد بن وليد بن السعدي وعمر بن العاص إيه وعكرمة بن أبي جهل إيه وضرار بن الخطاب أيها كهر يمد رقا ماذا حدي قريش ذي السعدان فجعلوا وحب الله بن يناوشونهم إن استبطوران وجعل عليه خالد بن وليد أيها وحكر فطيب الرمح ورن فطعنه ودوعي فأنفذه دنك كلو غساري بمعنى تودلي فوقع السحابي ودعي ميتا وقتل وان الذي من كان معه من الأنصار فيقال وحال أرنهي إن هؤلاء جماعات كاس لنتي آخر من قتل من المسلمين يومئذ بدر دادك أدن بي التطبات كدما يسترى كوحدة وحيا هيد سحابي قاسي رضي الله تعالى عنه ثابت بن الدحداحة ولسعوتي أسقو وتددك التضباطن كدما يستريب يا هاين كذا في الاستيعاب وأخرج البيهقي في الدلائل النبوة من طريق أبي النجيح عن أبيه قال وحير مر رجل من المهاجرين أيا صمر يوم أحد على رجل من الأنصار وهو أنسارق يتشحط كقل قلن هي في دمه ديجيسا فقال له حكور يا فلان أيوك إلى أشعرت مياد أكتهي ومياد دارينتي أيوك يري أن محمدا قد قتل إن نبي إلهي الذي لم يد أكتهي فقال الأنساري وحيري وديجي كل حقل قلن هي إن كان محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل فقد بلغ الرسالة نبي حلكي سيو قوتي فقاتلوا دقالما عن دينكم دين تين دينكم دفاع دقالما فنزل وحسود وما محمد إلا رسول كذا في البداية وأخرج الحاكم عن زيد بن ثابت قال وحير بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بايدر يوم أحد لطلب سعد بن الربيع نبي يقول أرضا وحاد صدون دونتا سعد بن الربيع وقال نبي قل لي وحي قيري إن رأيته هداد أركت سعد بن الربيع فقرأه مني السلام يقول السلام وقل له واحد كتر هذا يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجدك سيداتها يكد قال حير فجعلت وحن بالله أطوف إن كطواف بين القتل ميتك فأصبته وانهلي وهو في آخر رمق أساق النفتي أدن بيسي هيسو أو قرميسو وبه سحابيقا سعد بن ربيع وحاكو تالي 70 ضربة تضبات داوع ما بين طعنة داوع ما بين طعنة برمح داوع ورنكسو قاري وضربة بسيف يسيف داوعات إيا ورمية بسهم لببلغ صوتوري فقلت له حنكر يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول لك وحك لي أخبرني كيف تجدك سيتهي ومحاضر يا ميساء قال سعد حير على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام وعليك السلام قل له
حد كتر هذا يا رسول الله أجدني وحانس أركيا أجد ريح الجنة جنة أركادي إنان أركيا نسدرين سنهي وقل لقوم الأنصار بكير أنصار نوحد كتر هذا ننكنو أنصار وحد كتر هذا لا عذر لكم عند الله إلهي أكتس عذر دار مليهد إن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي هدي لسوغارو وفيكم إذنك أي دحذين تهي شفر يطرف إنت حرب أي رقميس حرب رقميس إنت أي دحذين تهي نبي إلهي هدي لسوغارو عذر دار مليهد بمعنى إنت النف إذن كجرتو النبي إلهي هدي لسوغارو قف إنتو نولي هي أنصار هدي النبي إلهي لسوغارو عذر دار مليهد قال وحير وفاضت نفسه رحمه الله تعالى هل كيف نفتك بحضي سعد بن الربيع قال الحاكم هذا صحيح هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه وقال الذهبي صحيح ثم أخرج الحاكم من طريق ابن إسحاق أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع تحدثه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ينظر لما فعل سعد بن الربيع صحابي قاسبل وحي سميي يا إيسو إيجي فذكر الحديث بنحوه بنحو منه وقال وحير فقال سعد باير أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني في الأموات تذكر ما أنته إذا إنا كجر أشك وقرأه السلام وقل له يقول سعد جزاك الله عنا إلهي خير يا أبا الوناكسن أنا يا كامريو وعن جميع الأمة خيرا جزاك الله عنا وعن جميع الأمة خيرا انتهى النبي كله قال الذهبي وحور مرسلون انتهى وقد ذكر في البداية رواية ابن إسحاق بتمامها بوشيغي وذكره مالك بحديث كوري في الموطأ عن يحيى بن سعيد بمعناه مقتصرا وهكذا أخرج ابن سعد عن معن عن مالك عن يحيى مقتصرا وأخرج الإمام أحمد عن أنس أن المشركين لما رهفوا مركي أي صوت دبولين لما رهقوا أن المشركين لما رهقوا مركي أي صوت دبولين أي حق يا حق كمرين النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو النبي وفي سبعة من الأنصار ورجل من قريش انت ايغو اهب قريش حق يا حق النبي كمرين قال النبي في من يردهم عنا وهو الرفيق في الجنه فجاء رجل من الانصار باي من فقاتل ولد دغالمي حتى قتل ولد دغالمي وقريش ودن هدا فقتل فلما رهقوه مركي هدان النبي اي هاريرين أيضا قال وحير من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة حتى قتل السبعة قل كربو حيهين تضبضا يننكي ريق ريشي تضبضي أنصاريت بالكي بالاستردكي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنصفنا من أن أعدال السمين أصحابنا يعني واحد انت وأنصار أو مهاجرين تي ورواه مسلم بحديث كورية أيضا وعند البيهقية عن جابر قال وحيري إن هزم الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وبقي معه 11 رجلا من الأنصار أي النبي قصوا عردي كبيرتوا وطلحة بن عبيد الله ومهاجرها وهو نبينا يصعد في الجبل بور بمركة النبي قصي كورية عليه السلام فلحقهم المشركون عيدا كي قريشيد وقفنا كمغنين ايا سوها ليلة يسوك جاري والنبي ايو كوي تبنكانين يطلح فقال وحيري ألا أحد لهؤلاء ألا أحد ورقف ميدن كجرا إنك عليا لهؤلاء فقال طلحة بيري أنا يا رسول الله فقال نبحيري كما أنت يا طلحة طلحة أدوه هلك جوب نبي قوح صوص عضب وطلحة مركة الريبي فقال رجل من الأنصار بحيري فأنا يا رسول الله أنا عيدا كان قريشت كلي كور تقيا فقاتل أنساري عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام من الدفاعي
وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إيا ومن معه ومن بقي معه نبي عليه السلام إيا انت كسوة ربا بورتي إن القرآن سكد ثم قتل الأنصاري بلد لي فلحقوه قريش بصوها لشهدنا ويسوق يارين فقال ألا رجل لهؤلاء فقال طلحة مثل قوله أي يري أنيقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قوله نبي الحق يري أذو السداء الجوب فقال رجل من الأنصار فأنا يا رسول الله فقاتل الأنصاري وأصحابه يصعدون صحابة نمرك بورتي بيسي كوريين لو تيقفي النبي ثم قتل صحابي أنصاري نوال الدليل فلحقوا دنا النبي بيسوق جارين قريش فلم يزل مون النبي كزول يقول إن يراد مثل قوله الأول ورياي نجا قبا ويقول طلحة أنا يا رسول الله فيحبس مرك النبي طلحة بقول لجيي وفيستأذنه رجل من الأنصار بأن النبي كإذا قادن هي للقتال إن ولد دجالمو فيأذن له إذمي فيقاتل مثل من كان قبله ننكستو أنساري وحو أدقى لمي كوي كهر يسي أدقى لمي حتى لم يبقى إلى أون صهر معه نبي معيسى إلا طلحته يعني كوب يتبنكي ولا ستردقي فغشوهما قريش او دعيدن كي انت لئي كاسدح ديكن تقريبا كل دوابا فغشوهما وحي هريريين والنبيغا يطلح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من له من لهؤلاء فقال طلحة انا مركا انت نو النبي قد بقول فقاتل طلحة دقالمي مثل قتال جميع من كان قبله كوب يتوان كينن ايكوه ريسا دقال كوضي والله اسكود دارو دقال ادقما ايو كليجي عيدن كي قريش الله قالي طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه احد البشر احد العشرة واصيبت وحامرك لدواعي اناملو فرها مالك لغا قوي فرها لغا جري فقال قولك فرها لغا قوي بل انتو حنون صدي حس يعني احبك دقانتاي فقال النبي عليه لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون إليك حتى تلج بك في جو السماء هل كان أحكت لهذا بسم الله أورا لهيد لرفعتك الملائكة ملائكتك قاد لهيد والناس ينظرون ضدك وأيغي إليك أذيك حتى تلج بك إلى أيك قليان في جو السماء ثم سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه أي أتغي وهم مجتمعون يقول ميل يقول يسوك المركب بورتا دوشة دلسكو أرور صدي كذا في البداية وأخرج الحاكم عن محمود بن اللبيد قال حري لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد نبي أحد مركي خرج رسول الله إلى أحد وقع اليمان بن جابر وحذيفة أبيه صاحب سر رسول الله أبيه وقع اليمان بن جابر أبو حذيفة أبيه يا وثابت بن وقش ابن زعورة أيا وحي تغين أما أي جوغين في الآطام آطام كواملهن ديرر دمر يعيال يا أي جوغين مع النساء والسبيان مركا يمان كان حذيفة به ينكا كلا ثابتك وضيال ووين ودقها بيهاين وحيسر كانوا يوغدو مركا عرضي لحجوكا فقال أحدهما لبدي أضيبا متكوت كيكا لكويري لصاحبي وهما شيخان كبيران لبا أضي ووين الدداء لا أبا لك ورأبها واي ما ننتظر محن سوغينا فوالله ما بقي لواحد منا من عمره قراني يا اديق من عمر يوسف كما هرسنا الا ذم حمار وردمر هرادكي دمر انتو كو هراد waxay sheegan xayawaanka ugu haraadi og wa damerka marka wardamer intu ku harada in leegba ani ya adiga inooba harsana da inooma harsina maxayn sugeyna inama nahnu hammatu alyawm inama nahnu war inaku bir ani ya adigu هامة اليوم ما انتان ديوان هينا
أو غدا أما بري بان دبان هنا وحوم من نوما هرين نكا ألا نأخذ أسيافنا ورعني أدوك سيفتنا من قادنا والله بدي ودي وحي استرترسي أي يعني. ثم نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله من كذب تقنو سيدي يمركا قاتين سيفه ذو سوقاتين فدخل في المسلمين إذا كمسلمين تيسور دحقالين ولا يعلمون بهما صحابتنا من الجرين هينين مركز من أي دي لبدي أضيهين ماشي ده ورير يجيها ورير بعد عي فأما ثاث بن وقش ابن وقش فقتله المشركون قال ذي بابا قوة أسكو أضيك هالكي بيكدرين وأما أبو حذيفة حذيفة به فاختلفت عليه أسياف المسلمين مسلمين تيبا مركي أركين وحي مدنين حق قريشات كيمد مركز سيفتي صحابة ذا يسود مرتي أضيكي فقتلوه هل كيف السحابة كدلين حذيفة به ولا يعرفونه إيوان قرنهين حذيفة شيدك كيف قال حذيفة أبي وروا أباهي وروا أباهي بيري فقالوا والله ما عرفنا سحابة حذيفة إنو أباهي يهمان قرنهين وصدقوا هنا ويشاق سحابة رضي الله تعالى عنه ويكو قلدمين لكن من قرنهين دي فقال حذيفة تبين يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي حدونا أن يديه إنه مكتي سبحيه فتصدق به حذيفة على المسلمين أيك صدق ذيستي فزاده ذلك عفد أوليق أبيه إسكع في حذيفة وحي أزي ذيسي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله أكتيسا منزلت بأزي ذيسي قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه انتهى وأخرجه أبو النعيم عن محمود نحوه كما في المنتخب وزاد ثم نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم لبدي وير نبي إله من كذب تقنو لعل الله أن يرزقنا الشهادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ وحيقة أسيافهما لبدي سيفوت حتى دخل في الناس ولا يعلم بهما لمن أغين وفي آخره حديث كان آخر كيسا وحكو تالي فزاده حذيفة وحي أزياد سي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا مركو ليقي أبي سكعفي مركا غزوة أحد aad bay u dheereed qisas badanna way dhaceen ahwaal aad u far badanna way dhacday culimada islaamkuna waxay kala soo baxeen ahkaam aad iyo aad u badan oo yaani ku faafasan sirada nabiga sallallahu alayhi qala rahmatu rabbi alayhi yawmur rajii' iyaduna waa maalin qisa xanuun badan ay dhacday رجيع ماشي لذا مكة أي 7 كيلومتر جرتا أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وحيري بعث النبي صلى الله عليه وسلم نبي قادري سرية كوحب دري عينا إن أي قريش سو إن دي إن ديان وأمر عليهم وهو أمير قردقي عاصم بن ثابت أي أمير لقردقي وهو عاصم كاننا جد عاصم بن عمر بن الخطاب نكي عاصم بورنجري أووي ويان يعني قبلي سادش عاصم فانطلقوا كوحدي بسعودي طبعا وكي يراين ليح تضبا سقال انت سألقوا الشغي فانطلقوا حتى إذا كانوا بين عسفان ومكة ماشي عسفان ليراهدو إيا مكامر كي أدحيان أيا ذكروا وحالو شاقي لحي قلو من هذيل ري هذيلها ويقالوا لهم لو يقان أما اللي أرنجري بنو لحيان ري بنو لحيان بالو شاقي وليرا قلو ونبي قصود ريبا هل كان سعوطة قالينا هاي المكا ري بنو لحيان فتبعوهم صحابة دي مسور رياض قرين بقريب من 100 رام بقلن اوه بيسن اي ربن اللحيان صدرين في ربن اللحيان فاقتصوا حيث رات راعين اثارهم رات كودي حتى اتوا منزلا الى اي ميل يمادين ربن اللحيان كي نزلوه سحبدوا اي دقين
فوجدوا فيه نوى تمر وحيكو أركين ماشي تمر لفات لفتمرات وتزودوه من المدينة تمر أي مقالة دي مدينة كسو قاتين لفتر بمشي كهلين فقالوا في بني اللحيان وحير هذين هذا تمر يثرب وتمرتي مدينة يعني الرياض كودي وانها اللي وين معنونا فتبعوا ويراعين آثارهم رياض كودي حتى لحقوهم إلى أي صحابة ذي هاليرين فلما انتهى عاصم وأصحابه كل كي جارين عاصم يا صحابتي ليس أركي لجأوا صحابة ذي وحي مغان قلين يعني بمنات وحي كو عرارين إلى فدفد مليار بروه دقح ليه يدوشوا قبحين وجاء القوم بقول كينين تضبنن دي يبقولن فأحاطوا بهم قاعد كي كاقبتين وفقالوا ريبن الأحيان وحير هذين لكم العهد والميثاق بلن بانذين قادين يميثاق بانذين قادين إن نزلتم إلينا هداد إسليبتان ألا نقتل منكم رجولا إن أنا نن إذن كدرين بلن قادين عرفتوا الأرنداء آد بأرنداء سيبقوه إنه دو من قريد ولا يقاني فقال عاصم أمير كيف يري أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر نن قال أهم مغنتي قال مايو اللهم أخبر عنا نبيك ألا إله يا النبي قاقين أرنتا نقسي قارسي فقاتلوهم ويلد قالمين حتى قتلوا عاصما أي ديلين في سبعة نفر يتضب السحيب يستردقين بالنبل أيين كدرين ما لكم مركز وورن كان مرجن كحق وراء أفل برتكولي وبقي وحاسوها خبيب يوزيد يورجل آخر لكن تضبي كدرين صدح ذاني باسوها دك فأعطوهم حيسيا العهد والميثاق صدح اسم الكسورة بيرادن بلنبا نذين قادينا هدي النو إسليبتان إننا نذين ديلين فلما أعطوهم العهد والميثاق قل كي بلنتي يدارتي أي أهجلين إننا وحبي يلين نزلوا إليهم بورتبا كسورة دعين فلما استمكروا منهم قل كي جعنت كردين صدح ذينين حي سميين حلوا وحي هرت فورين أو تارق سيهم قانسوين كحرقا كحرن قانسان لبدا إذا أفضل حرقا اسو حريا فورين امر كورا كورا دقال ميين وفربطوهم بها صدح ذينين بكحر حرين فقال الرجل الثالث نكي صدح المحيري الذي معهما هذا أول الغدر وغدري يبلن فكي أهري أي سميين وين حل حلين دربس وما وبلن فكي أهري كني فأبى وديد أن يسحبهم من الراع فجرروه ويجيدين وعالجوه ويسكدين على أن يسحبهم من الراع فلم يفعل فقتلوه ننكي سدحنا لك بكدرين وانطلقوا بخبيب يوزيد حتى باعوهما إلى إيكيبيين بمكة إيكيبيين فاشترى خبيب خبيب وحي بسدي بنو الحارث بن عامر بن نوفل وكان خبيب كان وحوها هو قتل وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر أيودلي يوم بدر ولكن كانوا بدر كدلي غير كيسي بسدي فمكث عندهم أسيرا مركا محبوسهان بيو هيستين حتى إذا أجمعوا قتله مركا جوستين إني ديلان استعار وحسو أمان يستين موسى من ديل أما سكين أما مكينة إن لو كانوا من بعض بنات الحارث خير كانوا أحدنا قبله جوغي مثل كمد فيري مكينة إيكين ليستحد بها إنو تماهو سيسكحيرو فأعارته من ديش يرابي سيسي قالت حيتري فغلبت فغفلت عن سبي لي قالت حيتري فغفلت عن سبي لي يعني قبل يرأي دشي إلى هيد أي هل ما أنت ميكسي جيسي كمشخوشك فدرج إلي عن فغفلت قبل بوحي غفلت كجشي أمد هل ما أنت عن سبي لي بيتري ويري يرون دلي الما يردسيه بقبوني أمد إنها كله فدرج إلي خبيب بغيرا أكري حتى أتاه إلى أبتغي فوضعه كير أبو قاضي على فخذه لبتي سنور دقي فلما رأت مركي أركته يدي
فزعت فزعا عرف أوغادي أما أوغرتي ذاك فزع مني يعني أرققح وحان أرققح بيتري ودرامي خبيب وفي يده الموسى كعنتي سنة من كينات بكوهيا مركو حكا بغدين وقوهيا فقال خبيب كويري أتخشين أن أقتله إن اندلات كبقيسا ما كنت لأفعل ذلك ما سمين هيا السلاة إن شاء الله إن شاء الله تعالى وكانت تقول وحي أرجرت قبل داسي ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب فليجين المحبوس كأخلاق وناكسنا ما نأرق بيتري لقد رأيته يأكل وحان الكسوق عنيا من قطف عنب لان عنب وما بمكة مكان مجر يومئذ مال كثمرة مرو وإنه لمو ثق في الحديد وإنه لموثق في الحديد وحنا كحل حنا بربرو وما كان إلا رزق ما هين وحاسي رزقي وما كان ما هين إلا رزق رزقه الله تعالى فخرج به خبي بيسارين من الحرم بيكسارين ليقتلوه سيئو دلان فقال الروري دعوني أدايا أصلي ركعتين ثم انصرف إليه مكس الجسد فقال لولا هدين الجير أنت تروا لولا أن تروا هديذان أرقتين أنما بجزع من الموت إن جيري أنيقو كعرريا أمان كعبساني هديذان سيدا موذتين لزدت صلاة وزيادة لها لبدا ركع وضعها فكان الفاها خليب أول من سن الركعتين عند القتل فقرك للدلية لا ربع يوم تكونك سنية جديدة ثم قال لهم حكيري ثم قال حكيري اللهم احصهم الى هيو وحاد كوفتا عددا ترضوضا الى تركوب منات له بابي ثم قال حكيري وما ان ابالي وما ماذا سوى النافية انت نوى منافية لبضها يعني وما ابالي دن كمله حين اقتل مركا لئدي ليبويري لله الهين لئدي ليوم مسلما حال انا ومسلمها على اي شق مصرعي يعني دنكايغو دنكو دوني هاو دعويا مركاس دنكان دوني انا ودعي مر انا ومسلمها دان دبان هيا دنكا مليهم وذلك دلكايغونا في ذات الاله الهي ذات ذي سانو دمين يدين تيسا وان يشاء هدو ربكو دوننا يبارك حب بركين هيا على اوصال حبنو شلوين على أوصال الشلوين شلوكنا والجسد يعني جسد حبنه بألا بركين ممزق ممزع لقوقوي يعني هدودون ربك جرقوق أمبو بركين ثم قام إليه وحاوك عقبة ابن الحارث وفقتله ودلي وبعثت قريش بادرته إلى عاصم بيؤدرين ليؤتوا إنه كسو قادان بشيء شيء من جسده جركيسة كمدها يعرفونهم أي مركا يو قران هيان أما إنه جركيسة وحكسو قويان سلو قرطو وكان عاصم كنحوها قتل عظيما من عظمائهم رقوا وين قراشت بدل يوم بدر فبعث الله عليه الله حؤسودري مثل الظلة وحد مدفت ومن الدبر دبر كمركا ومحون حاق لو قلت المامي شنذا ذكر كذا فحمته مركا شنذي با إلى لسي من رسولهم تدكي أدرين قراشادين ميت كيسا سوقاتنا موحكسوا قويان جر كيسا أي شنذي كي علي وفلم يقدروا منه مينكرين على شيء إني وحون كسوا قويان وأخرجه البيقي عن أبي هريرة النحو وهكذا أخرجه عبد الرزاق عن أبي هريرة كما في الاستيعاب وقال أحسن أسانيد خبره في ذلك ما ذكره عبد الرزاق فذكره أبو نعيم في الحلية نحوه وأخرج ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أحد أحد كذب حاوي من رهد قلو من عضل والقارة قول الرئي عضل اللي يرادة قول الرئي قارة اللي يرادة وفتك سعودة النبي قويمد فقالوا وحيكو يرادة يا رسول الله إن فينا إسلاما ضد مسلمين ونقجر فابعث معنا نفرا من أصحابك ضد أصحابك لكم إذا الدين تنصبر النوشيك يفقهوننا في الدين ودين تننفهنسيا نقدر
ويقرؤون القرآن قرآن كان نبرا ويعلموننا شرائع الإسلام إسلام كشرائع دي سنة نبرا فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم نفرا ستة من أصحابه لحظة قدري فذكرهم لحظة بمقعيان تودي راوي قن الشيغي فخرج ويبحين مع القوم حتى إذا كانوا على الرجيع مش الرجيع مركي قارين رجيع ذا سماء بيا أهيد لهذيل ريه ذيلي كعبان بالناحية الحجاز حق حجاز نوي أهيد على صدور الهدأة مش هدأة لير هذانا ماذا هذا أهيد غدروا بهم بلنتي بيجبيين وفاستصرفوا وحي أقيشدين تدكي صحابة الدليل دواها عليهم على صحابة هذيل ريه ذيل بأقيشدين فلم يروع القوم صحابتي مفاجئ يقصب دكما نقن وهم في رحالهم يجيو اسكدغنا ملها دغناين الا الرجال رج بايديهم قعمودا يكبحن السيوف السيفيو ايا قد غشوهم دبوليبا فاخذوا اسيافهم صحابتي نك سيفتي سبقاتي ليقاتلوا القوم ان لا دغلمن اسكعليان ودوبتانن تمنن iyo 100 nin bay la dagaalameen faqalu wahayra hadin qoladii ruuhdeen lahum sahabadii bay ku yiraahdeen inna wallahi ma nuriidu qatlakum annaku dilkiina ma doonayno walakinana nuriidu han doonayna an nusiba bikum inan idin ku iibsano shay an shay min ahli makkah makkah wax naga xidhan yahay idin ma dileen reer makkah idin dibna wax idin ka siisana isdiiba walakum وحان إذن بلان قاد إن عهد الله وميثاقه ألا نقتلكم إننا إذن دلنا بلان تإلهي ميثاق إننا إذن سينهينا ميثاق إلهي فأما مرثد يو خالد بن البكير يو عاصم بن ثامد فقالوا والله لا نقبل من مشرك عهدا ولا عقدا أبدا نكون قال أها عهد يو عقد هشيس مدنا كما أقبلينه وقال عاصم بن ثابت هويري أبيادا وأخري مركا ما علتي محاي تايبر حجة ذيذو وأنا أنيقي وجلد ننحوك بدنها نابل كل رئيسا ورمو والقوس قانصدنا فيها وحاد أحذي ذا أهذا بهيري وطر حرق باكو حيران عنابلو حوق بدن يعني قانس حوق بدن وان وطا وآذ في عن ورمنا وان وطا نندل يراهنا وانهي حجد ايدو محيطهي انان عرارا يميس ديباي ما علتي محيطهي بلو حجد ايدو عند الله يعني وانا جلد انان حوق بدنها نابل نبليال فربدن يدي الليب بدن وكوه بيسا يمرجن فربدن والقوس فيها وطر قوس كيغان وحا كحرم يري حدق عنابل يعني حوق بدن تزل وحا كتور ميسا عن صفحتها لنا عيدا قانسدان المعابل ورمو ايا كتور ميا كغان ميا الموت حق جيردنا وحق والحياة باطل نرشنا وباطل ووحد مان وكل ما حم وحكستو وقرؤوا قدروا الإله إلهنا نازل ووحي من هيا بالمرء قفنا وقيم من هيا والمرء قفنا إليه إلى الله آيل أيون قنتونا إن لم أقاتلكم هدانا إذن لدقال من قالوا فأمي هابل هو يذيب هفو تهدانا إذن لدقال من وقال أيضا هو عاصم يري أبو سليمان سأل الأورنجري مركا سأل سلاح الله أبو سليمان ورا أبو سليمان وريش المقعدي مقعد حال أورنجرين ورمض السمنجري يا سيفه اللي بك ريش هذا وبالقريات لقوح الجري ولقوح الرقونجري بكثير وريش المقعدي ورمض إنك مقعد السمنجري بالقريات هذه موتا وضالة سهام إيو اللي بك نواوتا بل وضالة ضالة هالكم والسهام بك وضا اللي بك نواوتا مثل الجميم سيد جيده اوكلا ورما سيد جيده اوكلا نوان وطا الموقدي ودشد ميا اذا النواضي اذا النواجي
idan nawaji, nawajigu waa geela ama awrta la koro, fardaha la koro, geela geela la koro, awrta la koro. Idan nawaji may jiin ku qorna ma nawaji ku qorna jiinha wa kad. Idan nawaji jamu naji wajimha alibil asari'a wa geela hoga badan buu oradka badan. Qala idan nawaji geela حقرا أبو سليمان وريش المقعدي وضارة مثل الجحيم ورنت الجحيم ورنت ورام الجحيم بما يقرني مثل الجحيم مثل الجحيم جحيم تان أدوى قيدها دلوت فرها بدن وين حلقم في كوضوى دل فرها بدن يعني وحاوة تسهام سدلت وفرها بدن الموقد وشد ميسا. إذا نواجي جيل بيرو أرض كبدن وفترشت مركي لقرر بيري ومجنى إذا سوق درو مجنى مركا وقاشان كتوسيقا ومجنى ان توسيقا يقاشان كنا ومن جلد جلد كساميسا من جلد ثور ثور جلد كساميسا ومجنى ان قاشان من جلد ثور دبي هرقي كسميسن اجرد بلا دبر هذا لبدا اسلهلو. اذا نواجي هذا اسلهلو جيل يعني اور افتري شتمك دي لو كرو يو مجن ان ويري غشان من جلد ثور اجرد كسميسن لم ارعدي مركا ما بقي ورم عبسنايو. ومؤمن نوانا هاي بما على محمد ومحمد وسود جينا وان رومي سانا هاي ساسير عاصم. وقال ايضا وحيري ابو سليمان سبع اسلح الله ابو سليمان ومثل رما انيق اوكال يعني وان دقالما وكان قوم التركين وحيا هاين معشرا جماعات بيا هاين كراما وناكسا مركدد وناكسا مركسو جدايا حبق سبع استترسيا. قال الحر لا يقول ثم قاتل ودق على عاصم حتى قتل الى لقد دلي وقتل صاحبه نوال الدلي. فلما قتل عاصم ارادت ذيل بدونتي اخذ راسه ان مدح سجويان ليبيعوه من سلافه بنت سعد بن الشهيد ان قبل كيفيه مدحيسا. وكانت قبلنا وحيد قد نذرت نذرت حين اصاب ابنها كوكي ويل كيدي للدلي يوم احد لئن قدرت هذي كرتو على رأس عاصم عاصم مدي حيسة لتشربن في قهفه مسكح ليسة وحيك عبي دونتا الخمرة ساسي نذرت هذان عاصم مدي حيسة أركو إنا كعب خمر ساسي نذرت مركو حيدون أن انتو سوقو يان مدي حيسة إنا قبرد أو كيانا سي نذر كيدي أفلسو. فمنعته الدبر شنبه مرتاكي عليسي. فلما حالت بينهم وبينه كشندي كعلسي روذ المدحيس يعني يسود دوادان قالوا روذ الحيرة دعوه اسكدايا حتى يمسي الى وقبل كدعو دو قبل كدعو شندي وتقيسا وفيذهب عنه شندي نكتق دونتا فنأخذه مركزا قاضي دونا. فبعث الله ردي همينكم بلهي الدات دهدي وميت كيسي يلم والدات سوبك ملي. فاحتمل عاصما عاصم بوداد كي قالي فذهب به ميل الهي قرم بوغي. وقد كان عاصم قد اعطى الله الهي بوسي عاصم عهدا بلا الا يمسه مشرك الا يمسه مشرك انو نقال جلكي ستابنن ايو سين نذري ولا يمس مشركا اسقن عون تابنن ابدا ولقي تنجسا اسقو قال ذا نجاسي سن هي نجاس واركا. فكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول في ورنجري حين بلغه مركب وحواشا سيسوق قادي ان الدبر منعه انا يشنده دفاع ذي ميت كيس مركب عمر لو شاق في ورنجري يحفظ الله العبد المؤمن الهي بايلا ليا دونك مؤمن كاها. كان عاصم النذر وفي النذري الا يمسه مشرك انونا قال تابنن ولا يمس مشركا ابدا اسنعون قال تابن في حياته انت نوليه. فمنعه الله مركو كغدبو نلوشيسي
kadibna famanacahu Allah, allana wuxuu u diiday bacda mawtihi intuu dhintay kadib, famanacahu Allah bacda wafaatihi, kolkuu dhintay kadib buu alla ka celiyey kamamtanaca minhu fi xayaati, intuu nolosu alla yani isu difaacay, yani intuu nolosu isagu isu ilaaliyay buu ilaahay mawtkiisi uu ilaaliyay geeridiisii. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والله أعلم.